الانتصار في جائزة الملك عبد العزيز، طيب الله ثرى. هكذا الإبداع يا بن مرخان، تهانينا لك وتهانينا لمتابعين هذا الشعار دائما وابدا ومحبينا. أشواطنا تستمر والمتعة تستمر معنا في هذا المهرجان الأضخم، في هذا المهرجان الأكبر، مهرجان وجائزة الملك عبد العزيز، طيب الله ترى. إذن في هذه اللحظات انطلاقة بالفعل شوطنا السابع للثنايا الابكار، ومسافتنا 8 كيلومترات، مسافة حاضرة متواجدة معنا في هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن. يتواصل معكم في هذا الشوط الزميل خالد بن بدر الاعتيبي، له الكلمة بو بدر ليوفيكم بهذا الشوط ومعطيات هذا الشوط. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام الأفاضل، شكرا لزميلي رايد بن محمد الضيوفي من كان واصفا ومعلقا على شوطنا السابق. نبدأ وإياكم في الشوط السابع للبكار الثنايا العام من المسافة، وهي 8 كيلومترات، هي رحلة البداية، رحلة البحث عن الفوز وعن الانتصار من هنا من جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن. نبدأ وإياكم ونندفع مع رحلة الثمانية لنتعرف على هذه الشعارات اللامعة والساطعة في مجال الهجن. ننطلق مع المركز الأول ومع الصدارة ومع البداية. هنا ينطلق في هذه اللحظات شعار عوض بن سهول بن معضد المهيدلي العتيبي مع انطلاقة نوت ومع اندفاع نوت على المركز الأول. المركز الثاني، ثاني التحديات الوصول والقدوم من قبل هذا الشعار القادم، شعار محمد بن سلطان بن سعيد المالكي مع انطلاقة العبية واندفاع العبية على المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث التحديات الوصول من قبل شعار راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري، يقدم لنا انطلاقة وغاء واندفاع وغاء على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المتواجدين في هذه اللحظات، شعار أحمد بن سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي مع انطلاقة الشبابية ومع اندفاع الشبابية على المركز الرابع. خامس التحديات، هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات على المركز الخامس. وصلت تربة بشعار أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي مع انطلاقة تربة على المركز الخامس وعلى خامس التحديات. إذا نعود وياكم إلى البداية وإلى الصدارة بعدما أتممنا لكم النداء الأول على مسامعكم، نعود ونتحول إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى نوت من تنطلق مع الصدارة ومع البداية. عوض بن سهول بن معضد المهيدلي العتيبي يتقدم مع انطلاقة نوت ومع اندفاع نوت مع المركز الأول لتقود السرب في هذه اللحظات، وتنطلق بشعار عوض بن سهول بن معضد المهيدلي العتيبي مع المركز الأول. المركز الثاني وثاني التحديات من الجانب الأيسر، هنا الوصول والقدوم من قبل محمد بن سلطان المالكي يتقدم بشعاره ليقدم لنا انطلاقة لعبية واندفاع لعبية من غيرت واحتلت المركز الأول لتنطلق على بداية الشوط في هذه اللحظات وعلى رأس الهرم. المركز الثاني، ثاني التحديات، راقب الدخول والوصول من هذا الشعار القادم بكل قوة. وصل شعار نايف بن عودة بن سليمان يتقدم الحويطي مع انطلاقة شقرة على مركز الوصافة وهو المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث التحديات، وصل عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري مع انطلاقة حبيبة واندفاع حبيبة على المركز الثالث وعلى ثالث
التحديات وأيضا الوصول القدوم في هذه اللحظات من قبل معركة تنطلق على المركز الثالث. تسللت واحتلت المركز الثالث معركة لجار الله بن سالم بن مسعود أبو شريدة يتقدم مع انطلاقة معركة واندفاع معركة على المركز الثالث رابع الأسماء ورابع التحديات القدوم من صالح بن بنية بن صالح البلوي مع انطلاقة انتصار. وصلت انتصار على المركز الرابع وعلى رابع المتواجدين المركز الخامس. خامس التحديات الوصول من قبل محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي مع انطلاقة عوايد ومع اندفاع عوايد من تسللت من مركز إلى مركز لتحتل المركز الثالث. نعود وياكم إلى التغييرات التي طرت وجرت على البداية وعلى الصدارة. انتصار غيرت مع المركز الأول، انطلقت بالبداية بشعار بن بنية البلوي يقدم لنا انتصار على المركز الأول وعلى البداية وعلى الصدارة. يتقدم صالح بن بنية بن صالح البلوي انتصار، خطفت بساط المقدمة لتنطلق مع المركز الأول، تريد الانتصار والفوز والنماس. المركز الثاني، ثاني التحديات أبناء دولة قطر قادمين على المركز الثاني مع انطلاقة معركة. أوصلت معركة يا أبو شريدة بشعارك لتقدم لنا المعركة في هذا الشوط. وصلت في هذه اللحظات بشعار جار الله بن سالم بن مسعود أبو شريدة، ولكن القدوم من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بشعار بن مرخان يتقدم مع انطلاقة عوايد. عوايد وصلت تسللت إلى المركز الثاني، تنطلق بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبية أيضا المركز الرابع. رابع التحديات وصل نايف بن عودة بن سليمان يتقدم الأحويطي مع انطلاقة شقرة ومع اندفاع شقرة على المركز الرابع. خامس المراكز الوصول القدوم من حمد بن علي بن شطيط الوهيبي، وصلوا في هذه اللحظات ابناء السلطنة يتقدمون مع انطلاقة الشاهينية على المركز الخامس، ولكن نعود إلى انتصار. انتصار مع المركز الأول، انطلقت بهذا الأداء الجميل بشعار صالح بن بنية بن صالح البلوي مع المركز الأول، يتقدم ممثل الأبناء المملكة في هذا الشوط، وانطلاقتها متميزة، اندفاعها متميزة. انتصار مع المركز الأول مع الصدارة ومع البداية. المركز الثاني وثاني التحديات، التواجد والقدوم في هذه اللحظات على المرتبة الثانية. وصل محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي قادم مع انطلاقة عوايد، أوصلت عوايد على المركز الثاني، والشعارات القادمة الشعارات الواصلة، المعركة قادمة. وصلت معركة في هذه اللحظات من أجل خوض المعركة في هذا الشوط، تتقدم بشعار جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة قادم على المركز الثالث، يتقدم بشعار ليقدم لنا انطلاقة معركة أيضا المركز الرابع. رابع التحديات الوصول من قبل نايف بن عودة بن سليمان الأحويطي قادم مع انطلاقة شقرة، شقرة وصلت على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس التحديات، التواجد والقدوم من قبل أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي قادم، التربة وصلت في هذه اللحظات، تقدمت على المركز الخامس. أيضا القدوم من حمد بن علي بن شطيط الوهابي قادم مع انطلاقة الشاهينية هي القادمة على المركز الخامس. الشعارات وصلت، بن جبران تواجد في هذه اللحظات بشعاره
ينطلق في هذا الشوط من أجل الفوز ومن أجل كلمة النوماس، ولكن انتصار البلوي، انتصار البلوي مع البداية ومع الكادر العلوي. يا سلام يا انتصار، يا سلام على هذا الأداء الجميل وعلى هذا الأداء الموفق في هذا الشوط. المركز الثاني المطاردة من شعار بن مرخان، الوصول في هذه اللحظات من شعار بن مرخان، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي قادم، عوايد وصلت على المركز الثاني، ايضا الوصول والقدوم من قبل احمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي قادم مع انطلاقة تربة، وصلت تربة على المركز الثالث، بشريدة قادم على المركز الرابع، ولكن انتصار البلوي مع المركز الاول. صالح بن بنيه بن صالح الابلوي يقدم لنا انتصار واندفاع، انتصار مع المنعطف الاخير. الله يا ابناي تبوك على هذا الابداع وعلى هذا التالق في هذه اللحظات، ولكن عوايد بن مرخان، عوايد بن مرخان، يا السلام يا السلام على معركه الثنايا الابكار، انتصار انتصار عوايد وتربة، ومعركه معركة قادمة قادمة مع المركز الرابع. وابن جبران وصل، الأحوطي قادم، ولكن انتصار انتصار، تتقدم مع المركز الأول صالح بن بني بن صالح الابلوي مع المركز الاول. انطلقت انتصار في هذه اللحظات، تربة وصلت مع المركز الثاني، احمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي قادم، ايضا بن مرخان وصل الاكتبي مع انطلاقة عوايد، ونقول الكيلو المتر الاخير، الكيلو اللي ما بعد الله، الفوز والتهاني والنوماس. روح يا مالك انتصار، روح يا صالح يا بن بنية يا بن صالح يا البلوي، يا من تقدم لنا انتصار بالأداء الممتاز والمنتصر في هذا الصباح، ولكن عوايد عوايد عوايد، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبية، وصل شعار شلوية يتقدم، حضر شعار شلوية من أجل الفوز. شقرة الأحوطي قادمة على المركز الثاني، ولكن أبنائي دولة الإمارات العربية المتحدة مع المركز الأول شعار بن مرخان، أيضا الوصول من محمد بن عبد الرحمن الحطاب شلوي متعب، أحضرت بن جبران، بن جبران ترف ترف ترف، وعوايد أبنائي دولة الإمارات أما أبنائي دولة قطر، بن مرخان بن مرخان، والعروض الممتازة عند الأمتار الأخيرة من قبل عوايد، واللي الإحادة ما يخليها. تهانينا يا محمد يا بن سلطان يا بن مطر يا بن مرخان، والهاتريك في هذا الصباح مع شعار بن مرخان، قدم لنا عوايد وتهانينا، وأيضا والنماس. يا عبيد يا بن محمد يا بن سلطان، يا من تتابع لنا عوايد، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني كان بشعار سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري مع ترف. المركز الثالث كان نايف بن عودة بن سليمان الحويطي مع شقرة. المركز الرابع شعار محمد بن عبد الرحمن الحطابي شلوي مع متعب. المركز الخامس إذا نعود بالتهنية وبالنوماس في هذه اللحظات لمالك عوايد محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي. وكما تشاهدون أمامكم على شاشة التوقيت الزمني 13 دقيقة ثانية واحدة 38 جزء من الثانية. المركز الثاني كان الترف لسالم بن جابر بن جبران المري. التوقيت الزمني في هذه اللحظات 13 دقيقة 3 ثواني 39 جزء من الثانية. المركز الثالث كان بشعار نايف بن عودة الحويطي مع شقرة. التوقيت الزمني 13 دقيقة 5 ثواني وخمسة أجزاء من الثانية. المركز الرابع كان بشعار طلال، المركز الرابع كان بشعار محمد بن عبد الرحمن الحطابي شلوي مع متعبة. المركز الخامس كان بشعار في هذه اللحظات من احتل المركز
الخامس سعيد بن بجاد بن عبد الله الهاجري مع مكحولة. إذا نعود بالتهنئة والنوماس للصعب بن مرخان من قدم الأداء الممتاز.